اهلا وسهلا فندم. دكتور احمد الوتيدي، سينيور كونسلتنت او استشاري اول جراحه القلب واستاذ مشارك كلينيكي جراحه القلب، واكثر من 30 سنه في مجال جراحه القلب في مصر وخارج مصر. اهلا بيك. كل يوم في جديد في جراحه القلب. طبعا في النهايه علشان مساعده المريض وتقديم افضل الحلول لمعالجة المشكلة المرضية اللي موجودة. في جديد، نبدأ الأول بالجديد في جراحة الصمامات. بقالنا فترة طويلة جدا بنستطيع الحمد لله، ويستطيع الأطباء، فريق مكون من الجراحين وأطباء القلب بالأسطرة وكذلك أطباء الموجات الصوتية القلب، يعني تخصص الموجات الصوتية، إن احنا نعمل نركب صمامات القلب البيولوجية بدون جراح. وده تكنيك يعني الحقيقة له تنوع كثير جدا، وبدأ يلقى قبول، ويعني تم إجراؤه على عشرات الألاف من المرضى على مستوى العالم منذ أول حالة 2002 حتى الآن. التكنيك ما بنفتحش فيه صدر المريض، وما فيش فيه جروح، فتحة بسيطة في الفخذ بيتم منها أو في خارج الفخذ إذا كان الفخذ غير مناسب، شريان الفخذ زي الأسطرة بالظبط، وبيتم إدخال الجهاز اللي فيه بيحمل البالون والأسطرة، ويتم تثبيته في المكان، في مكان الصمام، صمام الأورطي على وجه التحديد. وبدأت كذلك التقنية لصمام الصمام الميترالي أو الصمام التاجي، وكذلك الصمام الثلاثي، وكذلك الصمام الرئوي، فبتستخدم في صمامات القلب زي إغلاق ثقب القلب كذلك بالأسطرة، وزي تركيب الأجهزة بالأسطرة. فأصبح ده تقنية من التقنيات الجميلة جدا، وبتساعد كثير من المرضى. وطبعا المريض ما بيقعدش في المستشفى أكتر من يومين، عناية مركزة فترة قصيرة جدا، ويستطيع أن هو يعني يروح البيت ويمارس عمله ويعود إلى حياته الطبيعية بسرعة. تقنية تانية اللي هي تقنيات بنسميها اللي هي جراحة القلب قليلة التدخل أو ذات التدخل الجراحي الدقيق، ودي لا تستخدم فيها فتحات كبيرة، وإنما يستخدم فيها فتحات بسيطة وصغيرة غير فتحة جراحة القلب اللي هي في الصدر الأمامية. فممكن مثلا إصلاح الصمام الميترالي بجراحة القلب اللي هي المينيمال انفيزيف أو قليلة التدخل أو التدخل المحدود من فتحة صغيرة، وأيضا بندخل بأساطر جراحية من الفخذ، ويتم إجراء العملية فتحة بسيطة، والمريض بيتعافى وبيخرج في خلال 3 أيام أو 4 على أكثر التحديد. الريكفري أو عودة المريض لحياته بتكون طريقة كويسة جدا وسريعة. الألام اللي بيشعر فيها أو التهابات الجروح غير موجودة. دي أيضا تقنية من التقنيات بمساعدة المنظار وجميلة جدا. تقنيات إصلاح الصمام الميترالي أو الصمام الأورطي كذلك من التقنيات الجميلة جدا في جراحة القلب، هي بقى لها فترة طويلة بالذات إصلاح الصمام الميترالي، لكن بدأت يدخلها أفكار جديدة، يدخلها أجهزة جديدة بتساعد في إصلاح الصمام الميترالي لحالات الارتجاع بتتم بالأساطر، كذلك استبدال الصمام الميترالي أيضا بالأساطر، إصلاح أو استبدال الصمام الثلاثي، كذلك الصمام الرئوي، إغلاق العيوب الخلقية زي فتحات اللي بين البطينين أو بين الأذينين بالأساطر، الوصلة الشريانية الزايدة اللي بتبقى موجودة اللي بتسمى بيتن تكتس أيضا بيتم إغلاقها، الثقب بين الأذينين اللي هو الاي اس دي، الفي اس دي اللي هي بين البطينين، كل هذه الأمور بتتم الآن في الأساطر بالإضافة لتركيب الصمامات. المينيمال انفيزيف سيرجري أو جراحة القلب ذات الدخل الدقيق أيضا في جراحة الشرايين، يمكن من خلال فتحة في الصدر البسيطة إجراء جراحة الشرايين التاجية، ممكن تغيير صمام أيضا بفتحة صغيرة، كذلك جراحة اضطرابات ضربات القلب بذات الرجفان الأذيني المصاحب للصمام الميترالي كذلك بيتم. هناك أجهزة كثيرة اللي هي بنسميها ميز بروسيدور، ولكن بتتم باستخدام أجهزة زي بنسميها أجهزة الراديو فريكونسي أو أجهزة الكرايو أبليشن باستخدام الفريزينج، يعني بيتم بمصاحبة العملية نفسها الأساسية لتغيير أو إصلاح الصمام، ولها نتائج ممتازة لأنها بتستطيع بعدها أن المريض يستغني عن أدوية السيولة بعد فترة من العملية، ولا يستمر زي المرضى مدى الحياة، وده بيمثل
مشكلة للمريض، كذلك تجنب الجلطات وتقليل نسبة الجلطات، ده أحد الحاجات الجميلة جدا. عندنا كذلك جراحة القلب النابض، ودي جراحة بقى لها فترة طويلة أكثر من 20 سنة، وهي أحد التقنيات الجراحية الجميلة التي لا نوقف فيها عضلة القلب، وبيتم عمل التوصيلات الشريانية اللي هي الكورونري باي باس سيرجري، والقلب شغال ممكن شريانين وثلاثة وأربعة. وطبعا احيانا بننتقي المريض اللي يناسبه هذه العمليه، ولكن الريكفري بيكون اسرع ربما، وكذلك بعض المشاكل اللي عندهم في الكلى او في الرئه او عنده جلطات سابقه في الجهاز العصبي دي هذا او في ضعف الى حد ما في عضله القلب، الحاجات دي بتناسب المرضى دول. فهناك الكثير يعني الجديد في 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 جراحات القلب، وهناك الجديد في التشخيص كذلك يعني ومتابعه المرضى. يعني التيلي ميديسن يعني من الحاجات الجميلة جدا اللي هو متابعة المريض عن بعد باستخدام أجهزة زي أجهزة الموبايل، ويستطيع الجهاز أنه ينقل ضربات القلب ويسجل اضطراب ضربات القلب، يستطيع أنه ينقل معدل سيولة الدم للمرضى اللي هم على سيولة الدم، يستطيع ينقل مستوى السكر في الدم، يستطيع أنه هو ينقل كذلك يساعد في علاج هبوط القلب بمتابعة وزن المريض وكمية مدرات البول اللي بياخدها، ويقلل من دخول المريض للمستشفى لانه احيانا كل ده عن بعد استشاره بعد. وفي يعني برنامج التيلي ميديسن او الكاردياك تيلي ميديسن في حاجات كثيره جدا بتساعد مرضى القلب، يستطيع الدكتور وهو في المستشفى بيوصلوا متابعه لحالات المريض بصوره مستمره كل يوم، يستطيع ان هو ينبهه مبكرا لو كان في مشكله، او يقول له تعالى المستشفى اذا استدعى ذلك، او يقول له ما تجيش العياده اذا كانت الدنيا مستقره. فيعني الموضوع ده موجود في أوروبا وفي أمريكا وفي دول كثيرة. موضوع التقدم في الاتصالات أدى إلى انعكاس في أيضا المستوى العلاج الطبي والصحي والرعاية الصحية في الدول الكثيرة جدا. دي من أحد أيضا جوانب اللي ممكن تساعد المرضى، أحد جوانب التقدم اللي حصلت في الطب في السنوات الأخيرة. ساعدنا جدا. الله يخليك، شكرا جزيلا، ألف شكر.